أينك مرضى مولدين؟ السقف اللي بيها صح ولا جاهل؟ لكن سيبا 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 هذه من كبيرة لي صغيرة بس لما تكرمل عيونك أنت تغطي اللي قدامك. هكذا بعض الناس معصيته قريب صغير يغطي عنه كل شيء. حط الحمود حط الحمودي وعبدالين عبدالين حط الحمودي قدام عينه ما يشوف اللي حمودي واللي ما يشوف اللي البنت واللي ما يشوف اللي السيجارة واللي ما يشوف اللي الأبيض واللي ما يشوف اللي الأغنية واللي ما يشوف اللي أقل ويشب. يا أخي ابعدوا شوية هم 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 أمك وأبوك وعليكم السلام أبو مسلم أبو سليمان ابعد شوي يا رجال تكفى طلب أول كمان كلنا عندنا ذنوب صح ولا وبعض اللي عنده ذنب الناس كم كذا خايف ابليس ماسك له ذنب كذا مستحيل يخليه. يا مقاطع بعيد عن الله اياكم يا دوران حول حول الصف الصحي تكرمون هلهم انه عنده ذنب ابطل من طلب ولو نقعد علي ابو حنان بعض الطلبه تعال مشاهد ابيك تجرب اسبوع ابعد علي عشت الناس روحه بالايام قالوا بعد اسبوع اجي لك خلنا ما يخاف ارجي لك بس ابد يا اخي خذ اجازه هالموظف ياخذ اجازه هالعامل ياخذ اجازه هات خذ اجازه من النبي يا ابوي اربع ايام بس ثلاث ايام خذ اجازه جرب تعيش بدون هالذنب اللي مبتلى من دول الدشوش 24 ساعه بالاكس فاكشن الاكشن الافلام وقف حسن ثلاث ايام اذا ينقصك شيء افلام ما هي اخبار لو اخبار تقول والله ما بشوف اخبار هذه افلام يعني من بدا التي في وهم يعرضون افلام هذا نقص شيء ما نزل شيء عنده فوقف ثلاث ايام عش لله ثلاث ايام بدون الذنب هذا احلق عين ابو حنان ما حسيت بالفرق ولا ماني قال انك ستربطيه عندنا واحد سامحك تعال عندنا واحد مجرم مجرم شوي لا دخل حاره اي واحد زين ولا شيل لازم يدخل بيتهم ولا مخطوف مخطوف شايلينه شايلينه على ما قال وحتى لقب ولا اقبال ما هو مش زين اللقب هذا اكثر نينجا ما ادري شلون اختار هاللقب ده ما ادري يحكي علي انا اسمع عبد الرحمن يقول يا عمر يوم من الايام تسمي احد الشباب قال عبد الرحمن قسم انا غريب ونحبك الرجال هذا سبحان اهله مغليم الله يا عبد الرحمن ده. يعني كل شهر لازم اسبوعين برا المملكه واسبوعين داخل المملكه اذا جاء خرب واذا راح خرب يعني خربان خرب انا برا وجوا يقول اسمع عيالك يقول ركب يا رجال هذا عبد الرحمن قسم انا بطلب من خدمتك تفضل قال ابي مين بطلب قلتم قلت والله اللي اقدر عليكم ابشر قال ابي منك توقف الاغاني والخراب ثلاث ايام اليوم الربوع اليوم الربوع والخميس والجمعه طلبت اي لا لقب واحد لقب ست اشهر من السجن بس لا تقول عند الشرطه اثنان ست اشهر من السجن شايف؟ قال لك ثلاث ايام بس ورجع ابشر والله يا ابو عمر ما بخاطري لا توب ما لك لم توب ولا شيء انت واجي يا اخي باخذ اشرطه حقتي والفهم كيس واحطه بالشنطه ابشر قول انت مشيت اليوم الضحى يوم ارجع نزلت الظهر في البيت وتغديت وقمت صليت العصر صليت الظهر صليت المغرب والعشاء بالمسجد لو قلت لما اللي يجي وانت تعني صلاه الفجر حلف بالله ان امي تصلي انت بتصلي الفجر والله يا ابو عمر ان امي دموعها اربع اربع قال لي عبد الرحمن يصلي وقوم وصلي يقول يوم الخميس الضحى ويلزم معي احنا بجنب بعض يقول ركب معي تمشى قال لي عبد الرحمن قسم قال عطى ايش رايك كسرني قلت له اللي بيني وبينك ثلاث ايام قال كسرني قلت له انا وعدي لك وفي بعد ثلاث ايام انا كسرني قال عليك رحنا يقول النفس لا تجمع نفس الشيء صياح امي يوم قلت لها تعدين صلاه الفجر صليت الفجر ولا طلعت الى المسجد وصياح لما صلى الظهر الغريب ما صلى احد الظهر مع
قلت لهم سيبت لنا معلوم. يقول يوم السبت انا اللي اخذ العشاء وكسرهم واصبح من الدعاة الى الله عز وجل. جرب يا شيخ. هي مشكلة بعض الناس ماسكين له ابليس الذنب هذا مستحيل يطلقه، خلاص انت ما تعيش بدون الذنب هذا، لو انت ذنب هذا تبي تفحص حياتك راحت. لا والله يخص ابليس. فحياتك جميلة بدون ذنب. سؤال يا جماعة الخير، سؤال لذوق. لا تفكر بال، لا تفكر بالسؤال والجواب، لا تفكر. لا تكفى أرجوك رجاء، قولوا تم. تم، هالسؤال ده دخل قلبك. أخذ راسك. لأن الراس فكرة ممكن تروح، لكن بالقلب إحساس وشعور. سؤال، لماذا حرم الله المعاصي؟ بغض لنا؟ مين اللي استانس؟ سب؟ يعني نعيش ما نتعس بحياتنا. لما انزل الله ابونا ادم قال فاني فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه